يا ليلدانا يا لدان يا ليلدانا بعد ما كنا حبايب. يا أهلين وسهلين في حلقة جميلة مع الشيف فهد. طبختكم بلهجتنا اليوم بيكون طبخة جديدة وجميلة ورائعة، يشرحها لنا الشيف فهد. يا أهلا وسهلا. خلينا نخش على الطبخة، وفي البداية نقول لهم دق الزير ودق الطار، خلي القدر يورع نار. الله عليك. الله 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 عليك. الله. يا أبو عمار خلينا نشرح طبخة اليوم. يا سلام. طبخة اليوم طبخة حلوة، طبخة الكل يحبها، حنطبخها في اللي هو القدر الكهربائي أديسون. حنسويها بطريقة حلوة لأنه حنستخدم قدر الكهربائي وهي اللي هي الكابلي. يا سلام. المكونات كده على السريع، طبعا اليوم حنسوي بالدجاج، عندنا الرز البسمتي، البشاور اللي انتم حابين، عندنا طماطم شرايح قطعناها حبتين، عندنا اللي هو اللبن زبادي، صلصة فلفل حلو، وهنا بصل مقطع شرايح، وهذه الليمون العماني. الله. يا سلام. والبهارات حقت الزربيان، بهارات الزربيان مكوناتها حنقول لهم عليها كده واحنا بنطبخ. عندنا اللي هو الثوم، ملح، واهم عنصر اللي هو قشر البرتقال ومويه الكادي. يا سلام. يلا نيجي الان نحط ايش، شغلنا القدر هذا الحلو، قدر اديسون طبعا أديسون. من السيف جاليري. يا سلام. يا سلام. جميلين الرائعين صراحه. هنا ايش نسوي اليوم؟ بتكون الطبخه جميله، احس كذا، احس احلى طبخه كذا بنشعللها اليوم. احس اليوم الشغل جامد، شغل شغل. هيا ادينا الدجاج يا حبيبي. هذا الدجاج طبعا عندنا نقول الدجاج 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 الدجاج، اهم شيء نقول الدجاج. يا سلام. يا حطينا الفلفل هذا عشان ياخذ اللدعه كذا حلو. اول شوف ما نبدا نحط ايش الدجاج هذا. السلام. ليه؟ عشان اخذ له تشويحه حلوه. احنا اول نحط البصل اول؟ لا، نبغى الدجاج نشيل الزفره اللي فيه وياخذ النكهه. تمام. نعكس سلام. احنا دائما حبنا ايش في الاكل؟ هل التسبيك هذا لازم منه. شيفنا، هل نقول ان الطبخ القرني ماخذ المركز الاول؟ والله كلهم حلوين وكلهم طيبين وكل المناطق حلوين، وفي اكلات عندنا موجوده وفي اكلات زين في طبخ، بس عندنا شوف في منطقه، زي ما قلنا في منطقه الغربيه لأنها متعددة. يا سلام. وفيها طبخات كثير وفيها ابتكار وفيها كل بيت يطبخ على كيف. يا سلام. يعني من الوصفات اللي تحتار إيش تبغى تسوي، في الأعياد لهم أشياء وصفات، تمام، وفي المناسبات لهم طبخات، عندك زي الكابلي هذا دائما حق المناسبات. يا سلام. حلو. وعندك أرز بحمص الكابلي هذا برضو شيء حلو. هذا أنا أول مرة أسمع طبخة اسمها طيب. كابلي. خلينا وش الكابلي هذه، وين يسوونها ومتى يسوونها؟ خلينا نديك اول شيء لها يعني. ايش شكل الكابلي اصلا؟ من فين جانا الكابلي؟ الكابلي جانا من كابل، تمام، وصل عندنا من كابل، وكان كله عباره عن بهارات حاره زيه زي البرياني. يا سلام. فاهل مكه ايش سووا؟ اهل المدينه واهل جده عشان لا يزعلوا علينا. ايوه والله ما انا عارف اخلي مين ولا مين. والله كلهم حلوين، كلهم حلوين. اي والله. المهم فهم قالوا خلينا نضيف البهارات اللي هي الخفيفة الباردة، لأنه الأكل حار، وفي كابل هناك المنطقة باردة وهنا عندنا الجو حار، فسووها وسووا معاها عادة هو الخيار باللبن عشان إيش تبرد كذا شوية على عليهم الأجواء. سامع هذه الطرطشة كيف؟ السلام. وش الأكل القريب من كابل؟ اللي هو البرياني. البرياني. البرياني والزربيان هي كلهم دول عيال عم. هذا ده بشر برتقال حطينا. يا سلام. يعني حركات نقول بشر البرتقال، لكن هو والبرتقال ترى البرتقال. ايه البرتقال يا برتقال، ونقول قشر البرتقال. يا سلام. يا سلام. لازم كده هذه شم الريحه كده، هذا اللي خلانا نقول الطبخه بلهجتنا. أيوة. اليوم ايش بنا؟ ما بنا شيء. ايش بنا؟ ما بنا شيء. ما بنا شيء اليوم الا فيكم شيء. ما بنا شيء. ما بنا شيء. ان شاء الله اللي ما بنا شيء والجمهور الجميل الرائع ما به شيء ان شاء الله. اليوم طبختنا اسمها كابلي، مأخوذة من كابل طبعا، طبخة جميلة وفيها قشر الرمان. قشر الرمان. ما في قشر الرمان. أبوي قشر البرتقال. قشر البرتقال قلنا. البرتقال. أبى أشوف ركز ولا. إيوه إيوه لا لا. قشر البرتقال. وطبعا معانا كذا
أشياء. التحابيش هذه يسموها. التحابيش ها؟ إيه عندنا نسميها تحابيش. هذا وش التحابيش؟ أنا بدي أقول لك على حاجة. زمان يسموا المطبخ عندنا مركب. مركب. ليش يقولوا له مركب؟ لأنه تركيب. ها تركيب. الآن إحنا ركبنا شوف ركبنا الزيت. الزيت. ركبنا فوق ده. أيوه. الدجاج. أيوه. ركبنا البشرة البرتقال. يا سلام. هاي حنركب هذا عليه. طبعا هذا اختيار انا احبه فحطيناه زياده والله العظيم يا ابوي ايش بنا ما بنا شيء اليوم اليوم كيف الشغل اليوم وديني خليني اشوف الشغل من وين يبدا ويا شجره ميلي كيف اميل ميلي على جنب على يمين الله ايش بنا ترى شوف احنا في طبخنا لازم نستمتع دركي. لازم نستمتع صحيح والله متعه يا خليك مستمتع ومبسوط عشان الاكله تطلع اخر حلاوه عاد في حطينا الثوم دحين لان المشاهدين قاعدين يستنونا ترى حطينا اول شيء الزيت حطينا الدجاج حطينا البصل حطينا اللي هو الثوم والفلفل الحلو والليمون نسيت شيء الناشف بهارات السلام يا سلام والله بس هي ابغى تاخذ طعم البصل طعم البرتقال هذا البرتقال 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 هم جاي نقول برتقال بس لك سؤال شيء هذا شنو البهارات هذه البهارات البهارات الكابلي يا سلام يا سلام الحين شم الريحه تضرب لين مكه زود اكثر زود اكثر لا يا شيخ ما اصلح شيف ها ايش زود اكثر والله ما اصلح شيف مره بعدين تصير مره بزياده بس لك سؤال شيف كيف اصير شيف ماهر كيف اكون شيف معروف كيف اكون شيف عندي نكهة كيف أخلي النكهة في الطعام أو في الطبق أول حاجة عشان تطبخ لازم تطبخ بحب يعني أنسى يا أخي أنسى أنت نام في المطبخ أنسى كل شيء أنسى النكد أنسى الزعل أنسى أنك أنت وراك حاجات وراك شيء أنسى أي حاجة خليك كده مبسوط عايش جوك يا سلام ها وكده عيش طبخه كده هذا يسمونها يسمونها صناعه بحب ايوه صنع بحب صنع بحب صنع بحب يا سلام حط رشه فلفل اسود حط رشه كمون يا سلام واذا حابب شويه كركم كيف توزنونها كيف توزنونها عينك ميزانك وناس يقولوا ايدك ميزانه يا عينك ميزانك والله العظيم كلام 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 دبه ايوه كلام دبه كلام دبه يلا كلام دبه الله ما شاء الله تبارك الله زين في شيء في بعض المرات الطبخ يصير بلا نكهه وبلا لون وبلا يعني وبلا دجاج وبلا لحم وبلا لحم كيف كذا لا في بعض يعني الطبخات تحس انه ما لها طعم ما لها ومبالغ في سعرها اخي انا اقول لك لا مو مبالغ في سعرها احنا ما احنا متعودين عليها بعدين انت قلت لك لو ما في لك مزاج في الطبخ كان دحين احنا ممكن غلقنا الطبخه دي في 5 دقائق على فكره حط ارمي عصاهم ما اكلوا كيف يطلع لها طعم لكن لا احنا نبغاها كذا شوف كل شويه نقلب السلام. ونعيش السلام. والمخرج يقول اخلص علينا أيوه. اقول له لا والله ما نخلص راي خلينا خليك على الراي ترى طبختنا بلهجتنا بلهجتنا بكره تيجي يقولوا علينا ايوه روقنا قول روقنا روق المانجا يا ابوي ها ايوه زين شيفنا هل يعني الان يعني في هذا الوقت ايوه هل حطينا الصلصه حطينا الصلصه الحين ها لا تعطي يعني المشاهدين يزعلوا علي ترى انا ما احب يزعل قول لي اسال ايوه هل الان يعني صارت الثقافه انه يكون الطبخات عادي يكون فيها النكهات الاشياء هذه الامور هذه يعني والله شوف الان صار في حاجه يسموها خلينا ندخل شوي انجليزي كذا نقول فيوجن فود يا سلام ايش هو الفيوجن فود؟ الاكل اللي نحن نخلط الاكل الغربي بالاكل السعودي تمام؟ سلام. او الاكل العربي حلوين؟ حلوين فهذا ابتكار احنا قاعدين نبتكر طبخات يا سلام نبتكر اكلات جديده عشان نتماشى مع العالم كله في طبخاتنا السعوديه وتتقدم بطريقه فخمه كذا فاهم؟ يعني بدل الطبق ما يكون الحبه دجاج ب 30 ريال يصير ب 130 ريال والله هو نفسه ده انزين هل نقول ان احنا الاسعار مبالغ فيها في الطبق؟ والله مبالغ لان قلت لك يعني ركبوا عليها حاجات كذا وخلوها تصير شكلها مختلف وحلوه حطوا لها شوية كم خيار على كم بلنجانة على كم مدري يا سلام وطلعوها وقالوا عليها ايه في بعض مبتكرة بعض المطاعم يفرحوها ايوه
بعض المطاعم اذا رحناهم يحطون لك كذا لمسات بقدونس على ما ادري وشو. هذا القرن لك الطلب ب 500 ريال 600 ريال. والله الله يبارك لهم، ما لنا وما لهم، هذول هم قلت لك كل مين في سوقه يبيع خروقه. يا سلام يا سلام. صحيح صحيح. هذا وش اللي خلط دحين؟ هنا اللبن الزبادي حطينا عليه البهارات وسنة ملح الليمون. وش البهارات اللي حطيتها؟ حطينا بهارات اللي بهارات الكابلي، بهارات الكابلي اللي هو القرفة والقرنفل والزرمبة والبسباسة والمحلب، هذه كلها بهارات مجمعة. بنطلع بنطلع وردة. ايوه اخر حاجة تطلع لك حاجة جميلة جدا. شايف كل هذه كده وحط لنا مويه كادي عليها. لا مو هذه مو مويه كادي، مويه كادي هاي. ايوه كده شوف 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 الخلطه هذه. والله العظيم اني مساعد طباخ ترى. انت انت مساعد طباخ اول. اخر البرنامج انا متاكد حتصير طباخ. شوف هيا بس ايوه سنه كده، نقول لها سنه تمام. يا سلام كده خلطناها، لازم نخلطها كويس. الله. طيب نرجع لموضوعنا، ايش كنت تقول لي؟ انزين الحين هذا كيف ماخذ الوقت؟ هذا مره طيبه. ايوه ايوه كل ما اخذ له لسعه، لانه حطينا الطماطم تمام. ايوه الطماطم تنزل مويتها، والبصل ينزل مويته، والدجاج برضه بينزل مويته تمام. كل هذه المكونات كم تستغرق الطبخه هذه؟ والله هي في العاده يعني نديها 35 دقيقه. 35 دقيقه ايوه، لان الدجاج هذا وبعدين في القدر هذا اتوقع تاخذ، اذا طبخنا وكل شيء وقفلنا 12 دقيقة حطه على الرز. شوف هنا عندك أشياء كثير، سمك دجاج لحم ورق عنب مدري إيش كل حاجة، والرز هنا الرز 12 دقيقة. يا سلام 12 دقيقة وهي جاهزة معك، ولا تأخذ معك وقت، والدجاج دايب. يا سلام والرز مستوي، وأوزن رزك وقدر الضغط. هذا له طريقة طبعا، ما نزود الموية فيه لأنه في كمية بخار قوية. يا سلام فاهم. الآن راح ننزل إيش؟ ننزل اللبن. شوف مخرجنا خلي يجيب الالوان الحلوه هذه. المخرج معاك ويقول يقول أيوة. راح ناخذ فاصل، نروح فاصل بس اول شيء نزل وعلمنا وش بيصير. يلا بعد الفاصل حقول لكم ايش راح يصير. الان راح نحط ايش؟ اللبن هذا. السلام. شايفين لين يتسبك معانا. والله يشيك شغل شغل. هذه كذا البركه، ترى حط عليها مويه هنا شويه عشان ايه؟ مويه من من هذا من هذا. ايوه ايوه يا ابويا دائما أهل أول كده يسووا، يأخذوا هذه شوف كده كده زي الأولين كده. السلام عليكم. وأول شيء حافظوا على النعمة عارف، وما نكبها ولا فيها بركة، نحطها كده. هذه البركة دائما نحطها قاعدة عندنا. السلام. كل ما حافظت على البركة كل ما ربنا بارك لك في الطبخة حقتك. وش بنسوي بعد اللي خلاص الآن إحنا نخليها كده تستوي معانا. يا سلام تمام. لغاية ما تستوي نضيف عليها موية كمان شوية ونرمي الرز وقضينا. خلونا حلوه قضينا هذه حقت مو حقتنا فيه مو حقتنا هذه مره. ايه خلصنا، خلونا ناخذ فاصل ونرجع لكم مع الشيف فهد مع اكلتنا بلهجه. خليكم قريب. أهلين وسهلين ومرحبتين أعزائي المشاهدين أعزائي المشاهدات، رجعنا لكم في طبختنا الجميلة الكابلي. الكابلي الكابلي وما أدراك الكابلي. يا سلام، نبيك تشرح لنا شيء. طيب خلينا نتكلم عن الكابلي في الأصل، وقلنا هو يتنوع طبعا في طريقة الطهي حقه، وإيش اللي يميز الكابلي عن باقي اللي هو الطبخات الموجودة عندنا. الكابلي له كذا طريقة، في ناس يحطوا له بطاطس تمام، إحنا هنا ما حطينا بطاطس. انت حر يا اخي، حبيت البطاطس حط بطاطس. وبعدين الكابلي يجي طبقات، يجي الطبقه اللي هي الحمراء، بعدين تجيك الطبقه اللي هي بيضة وتحط عليها اللي هو الزعفران ومويه الكادي، وتشيل هذه الطبقه كده برا وتغرف وتحط الدجاج، بعد كده ترش عليها ايش؟ الطبقه البيضة مع الزعفران. يا سلام. تمام. والكادي مويه الكادي، ويسوي معاه خيار باللبن قلنا عشان تبرد الحموضه والحرقان اللي يجيك بعد الاكل. يا سلام. وبعدين يحطوا سنه ملح الليمون، لازم اللدعه دي. ايه حلو. فهذه من الحاجات الحلوه اللي تبغوا انتم تسووها وتتفننوا فيها. اليوم احنا سويناها عشان قلنا بطريقه سهله
وهذه على فكرة يسموها طريقة العولة. يا سلام. البنت العويلة تسوي كذا سريع. يا سريع سريع. أيوة اللي مو اللي مو مو حابة مو مو حابة. أيوة هذا شغل أي كلام. لكن هو الشغل برضو حلو مرتب. ما عندنا إحنا أي كلام ترى. هل في؟ أهل أول كل أكلهم حلو يا أخي. يا سلام. وكل طبخهم حلو. كم يعني كم سنة لها الأكل هذا الكابلي؟ والله شوف أي أكلة تجاوزت 100 سنة خلاص. هذه تجاوزت 100 سنة. خلاص. خلاص صارت عندنا. يا سلام. حقا. يا سلام. إنزين بسألك سؤال. حلو. شيفنا ايش سويت قبل الفاصل؟ طيب خلينا نشرح الطبق خطوه خطوه. يا سلام. كنا اول حاجه نحمس اللي هو الدجاج. سلام. مع السمن، ترى هم يستخدموا السمن، انا حطيت زيت. الله عليك. فحطوا سمنه، ملعقه سمنه. يا سلام. وشوحوا الدجاج عشان ياخذ النكهه حقت السمن، وتشوح معاكم كذا مره ويطلع شكله مره لذيذ. يا سلام. وبعد كذا بتضيف عليه اللي هو البهارات والبصل والثوم، وقال هو نضيف قشر البرتقال، ولو معاكم البرتقال احنا كناه ما شاء الله تحت الهواء ولا كنا نحضر، لكن ممكن تعصر البرتقاله كمان تديها طعم مره حلو. جبنا لبن الزبادي حطينا فيه بهارات ثانيه. صح. انت لو لاحظت حطينا فيه بهارات كثير، وخلطناهم مزبوط مع مويه الكادي وسنه فلفل اسود. يا سلام. وحطيناها على الدجاج وخليناها تتسبك صح. يا سلام. وما تنسوا قرن الفلفل اللي في البدايه حطيناه، حطينا قرنين، انا ابغى مولع الليله. يا سلام. دق الزير دق الطار، خلي القدر يولع، يولع نار. نار. نار نار. ايوه نار. طبعا هذه الاكلات معروفه، قلت لك في العزائم، في العزائم الكبيره، ودائما طريقه الطبخ لما يكون تقطيع حضرمي غير وتقطيع في العزائم. ليش يحبوا الكابلي في العزائم؟ اول حاجه بيدي كميه كبيره. يا سلام. ويديك ما شاء الله عدد يأكل لك إلى 25 الذبيحة، 25 إلى 30 شخص. ليه؟ لأنها قطع صغيرة غير المفطحات، مفطح ولا بالربع هذا بيتقسم على كميات أقل. الكابلي ما شاء الله يدي خير ياك، ويدي يحطوه ما شاء الله، قلت لك في المناسبات السعيدة وأي مناسبة يحطوه. زين بسألك سؤال، هل الأكلات الغربية الغربية هذه تشتهر فيها الكابلي؟ الكابلي قلت لك من الأشياء الأساسية في المنطقة الغربية. الأساسية. الكابلي وجبة يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة نسويه في الأسبوع، في وسط الأسبوع كابلي والزربيان ورز بحمص، كل هذه أكلات نحبها. وش الأكلات؟ ونحب الإدامات، حتى الإدامات ترى وش يعني يعجبك الإدامات؟ الإدامات اللي تجي معها. الإدامات عندك، عندنا إدامة السقط. يا سلام. عندنا إدامة الدبة. شنو دبة القرع. مو القرع، الدبة الخضرة. الخضرة. ايوه حطوا لها شبت وحطوا لها الحمص. يا سلام. تمام. يا سلام. ونقولوا له الحمص برضو. تمام. وعندك سلك ولفت وشقله بقله. يا سلام. كل هذه اكلات. انزين هل مليانة. يجي معاها سلطات؟ السلطات وقلت لك السلطات، سلطه الدقس، في الدقس المشوي. الدقس هذا وش هو الدقس؟ الدقس طماطم بالخلاط، حطوا له طماطم وحطوا له ثوم، حطوا له فلفل حار، كزبره وليمون وملح. دقوس عندنا. دقوس هنا احنا نقول دقوس. دقوس على طول. دقوس. دقوس. ايوه. دقس. وعندنا الدقوس المشوي، نشوي الطماطم وكذا برضه نضربها في الخلاط تديك طعم حلو. عندنا كباب الميرو. يا سلام. يعني انا بديك اصوات مره كثير، كباب الميرو عندنا، عيش باللحم، هذه يطلع معها جنب عيش باللحم، ودائما السفره اللي هي حقت المنطقه الغربيه تلاقي تنوع في السفره. مستحيل يطلعوا كابلي لحاله. لازم الكابلي جنبه كم نوع إدام. يا سلام. سلك ولفت. تتذوق. الرجلة والشقلة بقلة. قلت شقلة بقلة هذه مين يعرفها؟ يا سلام. يحطوها بالوزف، الحوت الناشف أو الوزف. خلينا نشوف كم بقلنا وتخلص. خلاص احنا غلقنا. عجل. يا سلام. سريع سريع ترى. يا سلام. يا سلام. يا اسمع صفيرك. خلينا نسمع ما شاء الله. أقول لك لا تسوفينا مقلب ذي كل مرة. يا سلام. روح لهناك. خلينا كذا نشوف الجو. تعالي خليني. ايوه نروح عشان الصوت ما يجيك ولا يجي لنا شيء. ها ولا احنا نسيب الريحه ذيك تروح علينا. يا سلام الريحه هذه ترى شفت كل ام وكل اخت في البيت. اي والله يستنسون اذا سمعوا الصوت كلنا، بس كان زمان هي القدور تضرب فوق، ترى الجلده هذه مشكله والله. يا ما ضربت عندنا في المطبخ، وعلى فكره انا كانوا ما يخلونا اخش المطبخ. ليه؟ وان حب المطبخ، ترى الطبخ مو للرجال، كانوا يقولوا الطبخ اللي مو للرجال، وانا اخش الا امسك العجينه وامسك مدري واقعد اعجن. ايش كانت الثقافه ان الطبخ بس للنساء مو
للرجال. كيف ما هو مو للرجال، لكن طبخ العزائم للرجال وما طبخ البيوت، لا البيوت الحريم. خلينا الان احنا ما شاء الله صرنا كل حاجه نسوي، صرنا والله نسوي كل شيء كذا. يا سلام جوزك طباخ يعني، ولا حيطبخ ولا يسوي كل شيء، ما تدري ان هي مبهدله في البيت ما يعجبه شيء. صدق يعني انا ما الطبخ يعانون منه، ما يكون شيء مرتب ومرستك كذا، والقارنش والديكوريشن والشغل ما يسوى، ما يسوى خلاص، ما تحس انك تاكل. هيا تفرج. يا سلام اصبر خلي الهواء يطلع. ايوه ونبي الشغل. الله شاء الله. عطني يا مخرج، عطني يا مخرج هنا النظره. ايوه يا سلام. كيف كيف شيف فهد؟ اخر حلاوه. شو الابداع، شو الابداع شيف فهد؟ والله العظيم انك صراحه كل حلقه جالس تمتعنا بالاكل القربي الجميل الرائع. انا نفسي اقلبها قلبه كذا. سلام يا سلام يا سلام يا الله. شم الريحه في قلبك. إيه والله شيء. يا سلام هذا الكابلي. ها هذا الكابلي، بس زي ما قلنا الكابلي يحطوا له ايش؟ شو الابداع. ايش يحطوا له كذا رشه اللون الثاني، هذا لونين طبقات يجي، بس احنا حبينا نسويه كذا في هذا القدر. يا سلام وانت شام النكهه والريحه والطعم. ترى الريحه على كيف كيفك. والله الريحه على كيف كيف. يا والله الله. ما شاء الله تبارك الله. خلينا نشوف كذا نطلع الباقي. وهذا ترى طبعا الكداده، هذه الكداده نسميها، تعرف الكداده ايش شكلها؟ يا سلام. عارف الكداده ايش هي؟ كداده. ها؟ الكداده وش هي هذه؟ الكداده نسيد الناس هي الحكاك. الحكاك هي اللي احنا نقول لها كداده. احنا نسميها الحكاك. اي احنا نقول لها كداده. تمام؟ بعدين يحطوا لها قلت لك الطبقه الثانيه كذا الرز الابيض مع الزعفران. وتطلع حلوه والريحه مختلفه، ومعاها اللبن الزبادي كذا مع الخيار. والله انت عارفني كل حلقه لازم اتفرج. شوف المنظر، شوف يا حبيبي، شوف شوف شوف. يا سلام هذه كذا تسوي لها كذا تقول لهم العافيه عليكم. يا سلام بالذات مع الدخله. شيف فهد يمينا بالله، خلينا عشان الشيف ياخذ له كذا برمه. يلا خلينا ناخذ لها صوره هل جميله. يا سلام هذه طبخة الكابلي طبعا، طبخة جميلة خفيفة. كم تاخذ وقت شيفنا؟ تاخذ وقت تحضير وطبخ كله 35 دقيقة. 35 دقيقة الا هي خالصة. وعلينا وعليكم بألف عافية. ايوه اهم شيء هذه. هذه شوف شوف شوف. يا سلام حط الفلفل هذه. والله العظيم الشغل جامد شيفنا. شغل شغل. نبي مكوناته عشان طيب ما باقي على الحلقه، نرجع نقول المكونات من جديد. تمام. اهم عنصر اللي هو البرتقال. يا سلام. تمام. قلنا نسويها بالدجاج او باللحم. اذا كانت باللحم نسلق اللحم، احب اسلق اللحم. تمام. بصل، قشر برتقال، عصير برتقال، طماطم، صلصه، بهارات الكابلي مع سنه ملح ليمون مع اللي هو الزعفران والرز حقنا، ونعيش الجو ونسويها طبقات كده. الخلطة الأولى مع اللبن، بعدين نحط الرز، بعدين نكبر الرز تاني، نصب المرق حقها ونخليها تستوي، يصير كذا عندنا طبقات. لما نغرفها نشيل الطبقة الأولانية. يا سلام. ونحط الرز الأحمر هذا تحت ونرش عليه الرز الأبيض. وبالعافية عليكم، بس اليوم سويناها بطريقة مختلفة وسهلة. وعيشوا الجو يا حبيبي. والله العظيم إنك بدعت شيفنا، بس تعرفنا أنا لازم كل حلقة دوق أذوق أشوف، أعطي الكابلي أكلة غربية جميلة. بسم الله الرحيم. يا سلام يا سلام يا سلام. أنا وعافية. شغل هذا شغل إبداع يا خلوص. إبداع هذا بالعافية. لسه ما شفت شيء ترى. خلوني أختم معكم أعزائي المشاهدين، أعزائي المشاهدات، الطبخة بلهجتنا اليوم غير في طبختنا كابلي مع الشيف فهد. شكرا لك، يعطيك الف عافيه. ما قصرت، مبارك فيك، ابدعت والله العظيم. ان الطبخه جميله ورائعه. خلونا نتذوق. شكرا على خير. مع السلامه.